يا هلا مرحبا. لماذا الماء الساخن؟ الماء الساخن طبعا له فوائد كثيرة جدا صحية وعلاجية. هنا نتكلم لماذا الماء الساخن. الماء الساخن هو بالأساس المصدر الوحيد في تكوين وخلق كل إنسان، أي مراحل تكوين الجنين بداخل رحم الأم. طبعا كل إنسان بما في أنت وأنت تكونت بداخل رحم الأم، لأن لا يوجد إنسان خرج من رحم أم مجرد من الهواء أو من أي، لكن كل إنسان مر مراحل نمو وهي طبعا بمعدل 9 أشهر تقريبا، وهذه كلها فترة وهو مكون داخل سائل أمنيوسي أو سائل الرحم. بل فتبين طبعا خلال بحوثنا أن السائل الأمنيوسي أو سائل الرحم الذي يتكون الجنين هو بالأساس ماء ساخن. لماذا؟ لأن السائل الأمنيوسي يتكون من نسبة 99% ماء وبدرجة حرارة مرتفعة، أي درجة بالتحديد 37.5 درجة مئوية، أي درجة واحدة أعلى من الدرجة الطبيعية للأم في الأوقات غير الحمل، أي الأوقات العادية. وبالتالي لماذا؟ لأن الماء يتكون من ذرتي الهيدروجين وذرة الأكسجين H2O، وبالتالي لما يكون مزود بحرارة أي ماء مزود بالطاقة، لذلك أن هذه الطاقة التي تجعل الروابط الهيدروجينية والأكسجينية تنفصل في حتى يستفيد يتغذى به الجنين من 4 عناصر أساسية للصحة للحياة الصحية، أي الماء، الطاقة، الأكسجين والهيدروجين. هذه كلها 4 عناصر مهمة جدا. كما نعلم بأن الإنسان مكون من نسبة 3/4 ماء، يعني 75% ماء. وطبعا نحن في مدينة بلاكسبرغ في ولاية فيرجينيا، مدينة جميلة جدا نسميها مدينة يعني رائعة جدا. وفي هذا المكان ورانا نهر يتدفق مياه عذبة، ومساحات المياه الكرة الأرضية تمثلها تقريبا هي بالتحديد 75%، وكذلك هذه مرتبطة مباشرة بين كمية الماء في داخل جسم الإنسان، أي 75 و75. فهناك في علاقة متصل بين الإنسان هو الزعيم هذا من بين كل المخلوقات، فهي هو المخلوق الأفضل والمفضل، خلق من حيث هو سيد المخلوقات. بالتالي العلاقة بين الإنسان والكرة الأرضية التي نعيش فيها، وبالتالي يعني هذه 4 عناصر، الماء كما ذكرنا والطاقة. لما نرجع بقوانين ديناميكية للحرارة، سبيل المثال القانون الأول ديناميكية للحرارة، ماذا ينص هذا القانون؟ ينص القانون بأن الطاقة لا يمكن خلقها ولا يمكن تدميرها، بل تنتقل من جسم إلى جسم، أي من الجسم الساخن إلى جسم بارد. فالماء الساخن الكون الذي نحن نوصي للكبار 50 درجة مئوية وللصغار 40 درجة مئوية، وجسم الإنسان 37.5 درجة مئوية، 36.5 إلى 37 درجة مئوية في الحالات الطبيعية. فهنا يضمن الماء الساخن انتقال الطاقة بشكل طبيعي إلى الجسم أي الخلايا عن طريق تغذية الخلايا بالماء هيدرولايز، وهي الطريقة الوحيدة التي تفيد الجسم الإنسان استفادة من الطاقة عن طريق تغذية الخلايا بالماء، خلاف للطاقة الشمسية وأنواع أخرى من الطاقة التي تغذي جسم الإنسان، أو مثل الرياضة البدنية وفوائد أشعة الشمس والحمامات الشمسية. هذه كلها تفيد في نقل الجسم الطاقة للجسم، لكن تسبب جفاف. لا نقول طبعا يعني لا تمارس الرياضة، بالعكس الرياضة مفيد جدا، مفيدة جدا. وأيضا حتى في التمثيل الغذائي، طبعا هناك هذه حلقات أخرى عن التمثيل الغذائي، لكن الجسم يستفيد من الطاقة من خلال التمثيل الغذائي، من خلال الحمامات الشمسية، من خلال ممارسة التمارين الرياضية، لكن يفقد الجسم السوائل. بينما الماء الساخن يغذي الجسم بالطاقة عن طريق تغذية الخلايا بالماء. هذا شيء مهم جدا. بالنسبة للأكسجين وبالنسبة للهيدروجين، طبعا نحن نتنفس هواء نقي 100%، كما عرف من العلم بأن الإنسان يتنفس فقط في الغلاف الجوي في أفضل أماكن البيئة النظيفة، سمين مثل هذا المكان، ونسبة 21% أكسجين والباقي نيتروجين، أي 78%، والباقي طبعا كمية ضئيلة جدا اللي هي 1% اللي هو ثاني أكسيد الكربون إلى آخره. لماذا؟ لأن الماء الساخن هنا يوفر يغذي جسم الإنسان بالهواء النقي
كما توقعنا هو تكون نسبة تصل إلى تصل إلى 100% نسبة مئوية. هذا بالنسبة للأكسجين. بالنسبة للهيدروجين ثبت العلماء بأن جسم الإنسان يكون أحواض هيدروجينية وأكبر كمية في الكبد ثم الطحال ثم الأمعاء. لماذا؟ ووجدوا شيء مهم جدا بأن مع تقدم في السن يحصل استنزاف الهيدروجين أو هيدروجين ديبليشن هنا. لماذا؟ فبالتالي لأن لا في طريقة تغذي هذه الأعضاء مثل الكبد والطحال والأمعاء بالهيدروجين إلا طريقة الوحدة. طريقة واحدة هي طريقة الماء الساخن كما تم عن طريقة لمراحل تكوين الجنين. لذلك وأيضا وجد بأن الهيدروجين هذا مهم جدا بأن المادة الأكثر يعني مضادة للسموم أي هي أقوى. وبالتالي وكما الهيدروجين له علاقة بعملية التقدم السن أي تجاعيد الجلد وكذا والضعف الجهاز المناعي وإلى آخره. طبعا هذا موضوع طويل باختصار. وفوائد الهيدروجين فوائد صحية كثيرة جدا. وأيضا كما هو معروف بأن الكبد هو يحمينا من السموم يعني يقوم بعملية تصفية السموم. بالتالي أن حماية الكبد مهم جدا ووجود هذه الأحواض الهيدروجينية حوض الهيدروجين في الكبد اللي هي أكبر كمية. بالتالي لما يحصل استنزاف الهيدروجين في يحصل ضعف قدرة الكبد في حمايتنا من السموم أي تصفية السموم. مع مرور الزمن يصبح الإنسان ضعيفة لا سهولة تتأثر بالأمراض طبعا من اللي يحصل التهابات من عوامل بيئية من التمثيل الغذائي لمخلفات الأطعمة قلة التمثيل الغذائي أو سوء التمثيل الغذائي إلى آخره. بالتالي مهم جدا هذا العنصر. وبالتالي أن الماء الساخن طبعا هناك طرق علاجية كثيرة وصفات صحية للماء الساخن لكن هو الأساس هي طريقة تناول الماء الساخن بمعدل 3 لترات الماء الساخن بالنسبة للكبار طبعا الصغار أقل ودرجة حرارة بالنسبة للصغار أقل أي بمعدل 3 لترات من الماء الساخن يوميا أي تقريبا. طبعا يفضل يكون على مراحل لأسباب كثيرة وحيث يعني أول صباح الاستيقاظ من النوم طبعا في برنامج آخر خاص بطريقة تناول الماء الساخن. وباختصار أي بالصباح طبعا يفضل إذا تستخدم نص لتر في هذا الحالة في اليوم واحد تحتاج تقريبا 6 جلاصات أي أو 6 كؤوس بمعدل كل نص لتر فيصبح كل إجمالي 3 لترات. إذا استخدمت 300 ملي تحتاج إلى 10 أكواب أو 10 جلاصات ماء ساخن يوميا. لكن يفضل طبعا نص لتر. وعند استيقاظ من النوم أول صباح قبل غسل الأسنان قبل المغبضة وقوفا مهم جدا تشرب جلاس واحد ماء ساخن هذا في الصباح. بقيت فترة صباحية توزع تقريبا 2 إلى 3 جلاس قبل الغداء وهذا مهم جدا طبعا في شرح علمي دقيق لهذا انك تشرب جلاس واحد او كأس واحد ماء ساخن 15 دقيقة الى ربع ساعة الى نص ساعة قبل تناول الطعام. والفترة المسائية توزع على راحتك ايضا تتوزع الامتداد اليوم. طبعا الاعراض اللي تحصل هي ليست اعراض سلبية بس بقدر هو الجسم يمر الى مرحلة تغيير بيولوجي يبدا في عملية تصفية المخلفات المتراكمة في الجسم. وبالتالي يحصل عملية اخراج هذه المخلفات في بداية لكن فيما بعد راح تتأقلم راح تتعود راح يحصل شيء طبيعي بعد ما الجسم يمر مرحلة توازن جيدة. هذا هو يعني هي من ضمن الفوائد. طبعا فوائد الماء الساخن كثيرة جدا لا نستطيع ندخل في كل التفاصيل نحاول ناخذ حلقات بسيطة جدا. ايضا اذا باختصار الماء يغذي الماء الساخن يغذي الانسان يغذي الخلايا. طبعا الانسان يبدا من خلية واحدة هو في بداية مرحلة تكوينه لما يتولد الانسان اي وانت ومكون من 100 تريليون خلية. تخيل هذه كل الخلايا تنمو وجسم جهاز مناعي يتخلص من الخلايا الميتة التي لما تتراكم تسبب السرطان كما سمعتوا عن مرض السرطان وإلى شاهد. وبالتالي جسم الإنسان يتخلص من الخلايا الميتة وتتجدد الخلايا تبقى حية وتبقى صحية ومغذى بالماء. إذن الماء والطاقة والهيدروجين والأكسجين. فنتمنى لكم حياة صحية موفور بالصحة والعافية والعمر مديد لأن الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاب. بارك الله فيكم. مع السلامة.